باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور أمين. كل سنة وانتم طيبين. إخريستوس أنستي. المسيح قام. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يعود عليكم الأيام بخير وبركة. إحنا عندنا كم عيد لأبو سيفين؟ ثلاث أعياد. على فكرة لازم انتوا شعب الكنيسة يبقى حافظ الأعياد دي. ما ينفعش واحد من بره يقول لك ألا وانتوا النهاردة بتحتفلوا بإيه؟ تقوم انت تقف تبص له كده على طول يقول لك القسيس اللي عندك خيبان مش مقايل لك على حاجة. مفروض انك انت تبقى عارف ان في ثلاث أعياد لشفيع كنيستنا أبو سيفين. العيد الأولاني هو عيد استشهاده في 25 إيه؟ 25 هطور، وده بيبقى في شهر 12، يبقى 2/12، واحيانا يترحل يبقى 4/12 في الحدود دي. وبعد كده العيد الثاني 25 ابيب تذكار تكريس كنيسته اللي هو بيبقى موافق في اخر 7 او 2/8، 1/8 2/8 في الحدود دي. والعيد النهارده الثالث اللي هو 9 بقونا، ودون اللي هو وصول جسد القديس العظيم ابو سيفين لكنيسته في مصر القديمه، ودون كان في عهد البابا يؤنس السادس البطرك الـ74، ودون من بطارقة الكرازة اللي خلى قديس أو أسقف من أساقفة الأرمن في القدس جاب الجسد بتاع أبو سيفين ووضعه في الكنيسة بتاعته في مصر القديمة اللي هي لحد الآن موجودة في كنائس مصر القديمة. عشان كده احنا بنحتفل لأبو سيفين بكام عيد؟ بثلاث اعياد. ابو سيفين شفيع قوي، اسمعوا الحته دي كويس. ابو سيفين شفيع ايه؟ ما بيتاخرش عن حد، بيحب اللي يناديه، واحيانا كتير جدا يتقل. يعني دون راجل جيش، بتوع الجيش مش بسهوله يتحركوا، يعني ما مش اي حاجه تهزه كده، لا لازم تلح شوية واطلعي يا تصون، تعالوا طلعوا الناس الحلوين بتوع الحضانة دول كده، تعالوا عشان النهاردة هنتخرج، نديهم تسقيفة كده حلوة كده وتحيوهم كده. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده يا ولاد؟ خليهم كلهم صف واحد عشان ما يرجعوا من ورا عشان يبانوا. ايوه ممكن تروحي هناك عشان الكاميرا تصوني، يعني زحزحيهم هناك. روح بشوي بشوي بولا، اسحب كده لهناك، اسحب اسحب كمان 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 كمان. ايوه بس كده، يلا تعال مينا كده، روح مينا كده، تعالى كده تعالى كده. ثلاث بناتيت زي العسل، وعندنا كام؟ 6 ولاد زي الفل، 6 رجاله محترمين. فابو سيفين يحب اللي ينادي عليه. اسمع يا شماس يا مبارك، ابو سيفين يحب اللي يكرمه. ابو سيفين يحب اللي ايه؟ ركزوا معايا في النقطه دي تاني. يعني تكرم ابو سيفين قيراط يكرمك 24 قيراط. تقول له لفظ لفظ في مديحه يشفع فيك سنه. يعني لما تقف النهارده كده تقول له شفاعتك يا ابو سيفين، اقعد يا جون. لما تقول له شفاعتك يا ابو سيفين، ركزوا معايا، هم هيقعدوا قدامكم هنقول دلوقتي وهنسمع منهم كل حاجه وننزل الفل. اقعد يا تصوني، اقعد دقيقتين عشان الناس ما تركزش معاكم انتوا. اللي انا بقوله ده مهم جدا على فكره، عشان انا بزعل لما بلاقي الناس بره بتتشفع بابو سيفين واولاده في الكنيسه ما بينادلوش عليه حد، يبقى ورا كده محطوط الراجل، وبص الاقي شاب كده زي الضلفه وساند عليه من ورا، ببقى عايز اجيبه من قفاه. ده اركان حرب. تعرفين يعني ايه اركان حرب؟ في الجيش بيعملوا لهم ايه الاركان الحرب ده؟ وزير دفاع. يعني يقفلوا له طرق ويعملوا له ممرات وحاجات كده فظيعه. انت معاك اركان حرب جيش، راجل مخابرات وراجل تقيل جدا. لسه الصبح واحد من ولادي بيقول لي يا ابونا التوزيعة بتاعتي انا مش عارف، كل اصحابي عارفين ومترستقين وانا ما اعرفش. قلت له ما تخافش، مش انت سايبها على اركان الحرب بتاعنا؟
يوزعك في الحتة اللي هو يقول عليه، يوديك مطرح ما هو عايز، لأن هو مش هيسيبك في المكان اللي انت هتروح. فدي لو أنا حطيت في دماغي كل حركة بعملها إزاي دي تخليني عندي إيمان إن أنا بتشفع بقديس عظيم. بس للأسف إحنا أحياناً بيبقى قدامنا أبو سيفين وبننسى خالص خالص خالص. أبو سيفين ده جميل جداً، حد حلو خالص، ما تسكتوش، اتشفعوا بيه، نادوا عليه دايماً، حطوه قدام عينيكوا، حطوا له صور في بيوتكوا وصور في عربياتكوا وصور في حياتكوا. ما تسيبوش أبو سيفين غير ما تدنوه في حياتكوا كده دايماً باستمرار. ربنا يبارك عليكم وحياتكم دايماً محفوظة بشفاعته، أمين. دلوقتي إحنا هنشوف الحضانة بتاعتنا. إحنا عندنا السنة دي الولاد الحلوين الجمال دول خالص هيتخرجوا السنة دي، خلاص رايحين بقى أولى ابتدائي، خلصوا الحضانة وخرجوا بالسلامة من عندنا، وهنسلمهم بقى إيه، جزء رايح للأستاذ وهيب في شبر العنب وجزء رايح للأستاذ بخيت في بني حسين، فهم وظروفهم بقى مع المدرستين يعني. ربنا يحافظ عليهم. اتفضلي يا تسوني، خدي المايك لو عايزه مايكات تانيه. عايز تقولي حاجه؟ في حاجه هتقول لهم؟ انا فرحان بيكم جدا. انا عايز اسالكم سؤال، حد يعرف يجاوبني في اللي انا هقوله ده؟ انتوا كنتوا مبسوطين في الحضانه؟ كنتوا مبسوطين؟ طب ممكن اسال واحد يرفع ايده يجاوب، ايه اكتر حاجه بسطتك في الحضانه؟ ها، واحد يجاوب، ايه اكتر حاجه؟ ايه؟ استنى عايز اسمع كده. المذاكرة. المذاكرة، الله يا بيشو، المذاكرة. ايه تاني؟ ها؟ والحفظ. شاطرة مريم، بتقول والحفظ، شاطرة. ايه تاني؟ يا ميرة، ايه اكتر حاجة بسطتك في الحضانة؟ تعرفي؟ ها؟ تعلمت الصمت؟ تعس، قول يا شنود. عشان نذاكر. الله يا شنود، شجعوا شنود. أيه. ربنا يحافظ عليهم ويبارك حياتهم ودايما ثمرة جميلة كده. أنا بس عايز أقول لكم على حاجة، الحضانة أي مؤسسة في أي حتة في الدنيا لها عيوب ولها إيه؟ عمرك شفت مؤسسة كاملة سليمة؟ استحالة هتلاقي دي. وإحنا بشر، إحنا إيه؟ يعني ممكن يكون طباعي أنا غير طباعك أنت، ممكن يكون أنا ليا طباع أو عيوب، المفروض أنت أخويا تعمل إيه؟ استحملها. لكن ما ينفعش إن إحنا الحضانة كل واحد لو مثلا فيها، أنت معاك كام واحد في الحضانة الصغيرة ده؟ 23 ولد أو بنت وولد في الحضانة من شعب الكنيسة. ما ينفعش إن كل أسرة 23 أسرة تمشي الحضانة بإيه؟ بعلى دماغها. يبقى إن شاء الله اللي يحصل في الحضانة تتقطع، ده عايز بمزاجه وده عايز بمزاجه. انا لاحظت الفتره الاخيره ان بعض الناس راحت عملت ايه، سحبت الولاد من الحضانه بدري بدري. طب ليه؟ ايه اللي هتستفيده لما تقعدوا في البيت؟ بالعكس، ده هو في الحضانه يبقى بيراجع بيذاكر مع اخواته في حته نظيفه، احسن ما تسيبه في الشارع او في اي مكان ملوش فايده. عموما بنوعدكم ان الحضانه تبقى فيها ازيد وازيد من التنميه. والتصونات بشكرهم على تعبهم وعلى محبتهم كلهم، مش هقول اسم اي واحده فيهم، هم الحقيقه كلهم بركه وربنا يحافظ عليهم وعليكم. وكل سنه وانتم طيبين. بكره القداس من الساعه 7 للساعه 10، اتمنى ان انتم تيجوا بدري علشان خاطر تاخدوا بركه القداس وبركه شفيع الكنيسه. هنقول كده الأسماء، هات الهدايا. هما ليهم أعمار ولا بأي ترتيب؟ أي حاجة؟ بولا هاني زكي، نحيي بولا. ما تصوروا، حد يصور يا عم، صور يا عم جون. وسعر بيعلموا التطبيل، أدي من أوله أهو يطبلوا له. خد بص كده بقى، بص هنا كده. شنودة سليمان حلمي، على شنود، حي شنود. اسمك المساحة عشان ده ما يمسحش كلام عادي.
بولا جون سليمان. تعال بول. رويس أيمن عياد. مينا ماهر ناجي. حسن تعال الصور معي. بشوي نصيف سمير بشر. العفو. تعال تعال. ماري شنودة زكي. شيري عماد سليمان. شيري. ميرا موريس ميلاد. اشمعنى دي يعني؟ ماشي. ألف مبروك. تعالوا كلكم بقى كده نصور المسات بقى. نكرم الإخوة مارتينا ومريم. فين مارينا؟ اجي لك انا ومارينا صدقين. تعالوا يا اولاد يلا كلكم تعالوا مستات كده. عيش يا مارين. تعال تعالوا يلا كده. اتفضل يا معلم امينه الليل.